السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، كل عام وأنتم بخير. ننتهز فرصة عيد الأضحى المبارك لنقول عيدكم مبارك، وأسأل الله أن يحيطكم بالبهجة والسرور ويزيح كل الهموم والأحزان عن العراق وعن الأمة العربية والإسلامية، ويعود العراق معافى والأمة أيضا تعافى، ويسود السلام والطمأنينة والسكينة على شعبنا العراقي وعلى شعبنا العربي والإسلامي. ننتهز هذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، لنلتقي بضيفين عزيزين في هذه الحلقة حتى نتجاذب أطراف الحديث عن العيد وبهجة العيد وما ينتاب هذه المناسبة من سرور وبهجة ومحبة وتواصل. ضيوفنا لهذه الحلقة الشاعر والكاتب، الشاعر والكاتب العراقي شاكر السامر، والفنان التشكيلي العراقي أيضا كريم سعدون. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. شكرا لك، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. الشاعر والكاتب العراقي الأستاذ شاكر السامر، الفنان التشكيلي العراقي المبدع الأستاذ كريم سعدون، مرحبا بكم وعيدكم مبارك. مرحبا. وكل عام وأنتم بخير. مرحبا. وأنتم بخير أستاذ محمد، عيدكم مبارك ولكل كادر القناة الرافدين ولكل الشعب العراقي عموما، من الطفل إلى الشيخ إلى المرأة، وخصوصا أخص بالذكر ثوار تشرين، أحرار تشرين الذين هم أمل العراق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. كل عام وهم بخير وسنة جديدة عليهم إن شاء الله. حياك الله أستاذ شاكر، مرحبا بك وأهلا أهلا بك. فرصة تشكيلي ساكرين، فرصة جميلة أنه نقدم لك التهاني بمناسبة العيد حياك الله السعيد، والكادر القناة وأيضا شعبنا العراقي الرائع اللي يستحق كل بهجة وكل عيد حقيقة، واللي أخواننا العرب والمسلمين في كل بقاع العالم. فرصة حلوة أن نشوف شعبنا العراقي شعب فرح وفعلا محتفي بالعيد ويستقبل العيد بمثل ما كنا نستقبله وإحنا صغار. آمين آمين. هذه دعوة كل قلب محب، أن يعود السلام والبهجة والرفاه والرخاء لشعبنا العراقي ولأمتنا العربية والإسلامية إن شاء الله. أبدأ معك أستاذ شاكر السامر الكاتب والشاعر، يعني نحن في أجواء العيد والناس دائما تنتظر المناسبات السعيدة، القيام بطقوس والنشاطات السعيدة، ومعروف عن العراقيين شعب اجتماعي يحب التواصل والتزاور. بودي أن ننكش ذاكرة الشاعر شاكر السامر ونعرف ماذا تدخر هذه الذاكرة من صفحات ويوميات الأعياد في العراق. والله الذاكرة خزينة بكل أنواع الفرح والمسرات والألم أيضا، والذكريات، ذكريات الحروب وذكريات الحصار وذكريات الطفولة، فكلها هاي تمتزج. أنا ما أقدر أستحضرها هسه بلحظة واحدة، وإنما ما أحرجتني بهذا السؤال بصراحة. يعني هذا سؤال اللقطات الجميلة، يعني اللقطات الجميلة أنه إحنا يا أستاذ شاكر معذرة العراق والشعب العراقي يعني على مر سنين وعقود مروا بأحزان ومآسي وأحداث، بودي أن يعني ننقل الشعب والمجتمع إلى أجواء البهجة والسرور والانشراح قدر الإمكان، ولك الخيار. والله الشعب العراقي بصراحة مر بظروف كثيرة عديدة متنوعة، يعني مثلا بالسبعينات احنا كنا نعيش قبلها ايضا ظروف جميلة، يعني رغم الشطحات اللي صارت ما كل يوم يعني حياة تخلو من السلبيات، بس خلينا نقول نسبة الايجابيات بها اكثر من السلبيات تقريبا، يعني بمستوى فارق كثير. كنا نعيش حياة حلوة طبيعية، نسمع الاغاني اللطيفة مال الستينيات ومال السبعينيات، وكان اتذكر بليله العيد دائما يطلعون اغنيه ام كلثوم، نعم الليله عيد، الليله عيد، وعبد الحليم وغيره. لكن سنه من السنوات اتذكر طلعوا كلها موتى، يعني ذول المضربين الموتى طلعوهم، فصارت ما اعرف بوقتها فد حادثه، والله نسيت انا بصراحه.
المهم احنا كنا نعيش بالطفوله اجواء لطيفه، نعايد الاب، نعايد الام، نعايد الجيران، نعايد الاصدقاء. وتعرف قبل الطفوله تحلى بالعيديه، النقد هذا اللي هو الدرهم اعتقد والمئه والى اخره، يعني كانت الروح العراقيه نعم طبعا اعتيادي، من 5 فلوس الى 10 فلوس الى اي، فبطفولتنا نروح لل 25 حدائق، نروح السعدون بارك، اذا يمكن مو سعدون بارك، بارك السعدون، بارك السعدون نعم، بارك السعدون. واكو حديقه اتذكرها صايره خلف العلوه مال الشيخ عمر، كانت هي الحديقه الوحيده الموجوده بالعراق عفوا ببغداد، تستقطب اهل الفضل وشارع الكفاح. واحنا كنا بصراحه عايشين بمنطقه الصرايف يعني بذاك الوقت بزمن عبد الكريم قاسم. وجت السبعينات ايضا انتقلنا الى منطقه اخرى اكثر رقيا، يعني هي اللي كانت اللي هي فيما بعد سميت مدينه الثورة. مدينه الثوره نعم. ورغم انه كانت يعني تنقصها بعض الخدمات، لكن كانت لكن الحياه طيبه، يعني الناس طيبين يعني مع بعض. وكانت عندي ايضا صحبه اصدقاء، ما اريد اثير نفسي بالالم لانه قسم من عندهم اصبحوا راحلين، مثلا جاسم التميمي وغيره. فكنا نطلع يعني بصراحه ذاك الوقت كل موديلات الحديثه، هذا تشارلس والقاط يعني بوقتها، هذه موديلات السبعينات طبعا، ما تلقى بنيه الحزام العريض، ما تلقى بنيه لابسه ايش اسمه مثل ما يقول هذا الحاجب هسه الحوف الحجاب. فالوقت كان حلو وجميل، مو مثل هسه يعني بصراحه. هسه الشعب العراقي يعني مر بظروف صعبه من ناحيه الطبيعيه، الاجواء صعبه. هسه شوف الغبار والهاي السبب، شنو هو السبب؟ مو الطبيعه فقط، احنا اتفقنا من البدايه استاذ شاكر، ما لا مو سياسه ابدا، ما نذكر لا سياسه، نذكر احزان واوجاع لانه الشعب متخم الان بالاوجاع. متخم صحيح. معذره انتقل الى الفنان التشكيلي استاذ كريم سعدون، وحياك الله مره اخرى في شكرا جزيلا في العيد، عيد الاضحى المبارك، وحياك الله. ودي ان طبعا يعني تحدث استاذ شاكر عن صفحات جميلة في يعني مراحل العراق، ويعني استذكر بعض الزوايا المهمة في هذه المناسبات. يعني العيد من العراقيين يعني يقترن كما هو كما هي الشعوب الأخرى، يقترن بالسرور والبهجة من خلال التواصل، يعني أو تصير عملية رغبة بالتواصل والمحبة والمباركة، والحرص على ارتداء الملابس الجديدة الزاهية الألوان. طبعا أتحدث عن الألوان الزاهية باعتبار حضرتك فنان تشكيلي، فنريد أن ننفد من خلال هذه الزاوية، وخاصة الأطفال. أنا دائما أستذكر أنه كنا يعني تحتصرنا اللهفة بالليل، حتى أريد الصباح يخرج حتى يحين الفجر والصباح حتى نلبس الملابس الجديدة، وبعض الأطفال كان يضع الملابس تحت المخدة حتى يعيش لحظة البهجة مسبقا. ودي أن يعني نمكش ذاكرة الفنان التشكيلي كريم سعدون ونستحضر ألوان العيد. نعم، بحقيقة فرصة أن نستذكر أيام طفولتنا. نعم، العيد مثل ما قلت أنت يعني ما يختلف الحقيقة طقوسه مع بعض الاختلافات عن ما يجري بالمنطقة العربية. نعم. والمسلمين عموما يعني نستقبل العيد كما تعرف انه صلاة العيد مهمة. نعم. بعض صلاة العيد اللي الأب يقودها الى المسجد. نعم. الى ابعد مسجد او اقرب مسجد في بعض الاحيان. بعد العيد يجي طقس مهم جدا هو الريوق بين قوسين العراق. نعم. الفطور العراقي اللي هو يتميز بالعيد بشكل اخر. نعم. عمادة القمر والكاهي. نعم. أو أنواع الكليشة اللي تقدم. نعم. الأشياء الزينة منها للضيوف، أو هذا طقس أساسي من طقوس العراقيين. أكيد القمر والكاهي يوم العيد بالضبط. والسرور الأكبر هو سبقتني إلى أنه إحنا كنا نخلي ملابسنا الجديدة. نعم. اللي نتحضر لها قبل فترة، يعني صير يوم أيام إجازة أنه نروح نفتر بالسوق. نعم. يشترون الملابس الآن يجهزون اياها. بالغالب الوان حلوه. نعم. يعني تليق بالطفوله، بعيدا عن الوان الكبار الكابيه، الوان الرصاصيات. نعم. والازرق الوان الزاهيه. نعم، الوان الزاهيه، الوان يعني تليق بفرحه العيد. فاحنا اضافه الى
الملابس الجديدة وألوانها كنا نصفطها نخليها تحت الدوشق اللي ننام عليه حتى تنكوي بالحقيقة. نحافظ على فبهجة العيد هي تبدي بالمسجد والفطور. جميل حضرتك. نعم يعني أشرت إلى موضوع مهم. لاحظ أنه يعني صلاة العيد أنه هناك سنة أنه تخرج العائلة كلها، العوائل كلها تخرج إلى إلى صلاة العيد وبملابس زاهية، بأجمل ملابس. بالضبط. هو حث على أن نعيش لحظة الفرح والسرور. بالضبط. يعني حث ديننا على أنك تعيش لحظة السرور والفرح والانشراح والبهجة، لأنه هذه روافد تزيد من همة الإنسان حتى يبني. نعم. حتى يطور، حتى يعني يتحمل قساوة. نعم. قساوة الحياة كمحطات. نعم. استراحة. لذلك أنا أشكرك سيد شكر لك كريم أنك نقلتنا إلى هذه الأجواء، وثم بعد الصلاة قلت نذهب عندنا فقرة الريوق. الريوق مهمة جدا. لا أعرف لماذا العراق، كل الشعب العراقي في الغالب طبعا يصر على فقرة الريوق، أن يكون فيه مفردة مهمة هو الجيمر والكاهي. طبعا الكاهي نوع من الخبز. أيه. اللي نعم. أظن أنه مشوي بطريقة خاصة. نعم. هو بالحقيقة احتفاء بالعيد. نعم. أنه الجيمر والكاهي مو كل العوائل تقدر تشتري بالأيام العادية. نعم. بس تحتفي بأيام الجمعة مثلا. وبأيام العيد خصوصا، فكل العائلة تأكل كاهي وجيمر باعتبار أنه مناسبة العائلة كلها، كل العائلة مجتمعة. فيجب أن يكون الطقس خاص أيضا لاجتماع العائلة وفرحتها أيضا. نعم. تعقيبا على أستاذ كريم طبعا. نعم. يقول الجيمر أنا سمعت حتى من هالكركوك بصراحة. مو شرط الجيمر لعتهم، يعني أنا يمكن قسم من الناس إذا سمعت يقول هذا شيء غريب، يأكلون تمن وش اسمه فاصوليا يعني خاصة بالريوق. إيه بالريوق، ريوق العيد جديد فصول. إيه والله. لا جديات فاصوليا خضراء لو يابسة خصوص. لا يابسة هي مرقص يعني. أي أي. مرق يعني. الفاصوليا الخضراء أيضا تصير مرقص. لا قصدي اليابسة يعني قصدي. أي. الفاصوليا البيضة. الفاصوليا البيضة تصير مرق أحمر. أي. يعني هي أعتقد طقوس خاصة لكل منطقة، خصوصا بعيد الفطر يعني بعد الصيام يعني. نعم. مو شرط إلا بعيد الأضحى بس ما يعني حتى يعوضون هل بعيد الأضحى كذا أيام الحرمان من الأكل يعني. فإذا مو كل العراقيين شو اسمه جيمر وكاهي. جيمر وكاهي. نعم. يعني متعودين عليه، والعسل أيضا لا تنسى. نعم. جيمر الحلة، جيمر السدة. جيمر السدة. نعم. يضرب بالمثل. نعم. بس يعني بس إذا تسمح لي. نعم. إذا تسمح لي تفضل. يعني هسه العراقيين شوي حالتهم أفضل يعني من ناحية، مو نقول أكو فقر موجود وكذا. نعم. بس من الناحية العامة يعني مثلا القيمر أصبح يعني مسألة عادية. نعم. كل الأيام يستخدموه، بس مع ذلك يبقى الإصرار يعني عليه. نعم. يعتبر ما أعرف هو فد رمز أو فد رمز فرحة أو فد رمز يعني. نعم. في الكلور يعني هو أنا قلت لك أنه أغلب العراقيين معذرة أستاذ كريم أنه دائما في الريوق لما عندما تجتمع العائلة يقول لك الكليتشة أي فقرة أساسية، طبعا تعقبها أيضا الكليتشة اللي هو كعك العيد نسميه فقرة أساسية الشعوب العربية. نعم. شعوبنا العربية يعني أنا أتذكر نتمنى لهم أيضا السرور والفرحة. الموضوع يسموه كعك العيد او المعمول عند بعض. اتذكر والدتي الله يرحمها. بالضبط. والدتي الله يرحمها تقول يعني اذا ما نسوي كليتش ما نحس بالعيد يعني. نعم. واتصور هذا رايه هو راي كل الامهات يعني طبعا هذا جزء من البهجه. نعم. والسرور. نعم. انه تجتمع العائله كلها على القيام. أي. بهذا. نعم. بكعك العيد اللي هو يسموه العراقيين. نعم. الكليتش. معذره انا قاطعتك. لا عفوا، بس تعقيبا ايضا عن الكاهي الان. نعم. صار بالاساس يعني مثل الإيقونة بالمائدة. نعم. العراقية. صحيح. حاليا. نعم. نشوف الكل جميل يستخدم مفردات. نعم. الفن التشكيلي. نعم. إيقونة. إيقونة. بالفعل. نعم. يعني ناس يتوجهون إلى مكان أماكن معينة. نعم. والشعب العراقي بطبيعته بالرغم من القسوة اللي عاناها ويعاني منها يبتكر كثير من السعادات، يبتكرها ابتكار. نعم. يعني ما عنده مشكله انه يتعنى من الصبح. نعم. يروح الى اسواق معينه ياكل جيمر وكاهي او ياكل من الفجر. نعم. من الفجر طبعا. نعم. يلزم سرى ويتحمل يعني. نعم. فهذا جزء من شعور العراقي بانه لازم يبتكر فرح دائما. نعم. هذه الطقوس ما زالت مازالت. نعم. مستمره. ما صارت. نعم. لحد الان مستمره. تزداد يعني بالعكس. نعم. رغم كل الظروف الصعبه اللي يمر بها الشعب العراقي
بالعكس هم يحاولون يرجعون إلى الماضي الجميل يعني بصراحة. جميل. ويعني من خلال حديثك حضرتك أيضا أستاذ كريم تحدث عن الظروف الصعبة والقاسية، وكلنا نعرف طبعا الآن ليس العراق حكرا فقط، كل الأمة العربية والإسلامية تمر بظروف قاسية جدا، لكن يعني يعني حثنا ديننا على أنه دائما نتفائل أن هناك ما هو أجمل. ربما يمر الإنسان بمخاض صعب وهو امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى حتى يكافئ ويثاب على الصبر وعدم الجزاء. يعني الكاتب والشاعر دائما يعني له طقوس خاصة كيف يتجاوز المحنة، كيف يتجاوز قسوة الحياة. يعني حضرتك الكاتب والشاعر والكاتب شاكر السامي، كيف ممكن أن يعني نحث شعبنا وأهلنا على أن يعني يعيشون حالة البهجة والتفاؤل على أنه الغد أجمل؟ والله هو الشاعر أو الكاتب كأي إنسان يعني عادي، فما أريد إحنا نصطنع أشياء يعني أو أفكار أو أو تأملات خارج حدود الواقع صراحة. فما شو تقول للشعب العراقي؟ تقول له افرح دائما يعني بيكون فرح وكذا. ما المانع انه يفرح دائما؟ يفرح بس الفرح يعني ليش انه حرام على العراقيين؟ حرام لا لا ابدا اي يفرحوا، بس الفرحه هي الفرحه هسه للشعب العراقي. نعم. الامل بصيص امل عنده. نعم. خلي احنا نكون واقعيين يعني بصراحه. نعم. الشعب العراقي تعرض الى كثير من المآسي، فالفرحه اللي هو هسه يتاملها ويريد يعيشها، يريد يعيشها. نعم. أؤكد على هاي الكلمه، يريد يعيشها. هو التغيير. التغيير التغيير، ولا اريد ان اتحدث عن ذلك لانه مفهوم. نعم. التغيير في كل شيء. في كل شيء، حياتي الاجتماعيه السياسيه الدراسيه الصحيه. هذا الامل الوحيد اللي هو يعطيهم فيه الاشاره. فرح. فرح. انت عملت بالحرتك فيه الاشاره طبعا. إيه. اكيد اكيد ان شاء الله توصل. نعم. الرساله. نعم. ونعم اذا تسمح لي تفضل. وبهذا اليوم احب يعني ان احيي جميل الشعب العراقي تحيه الصباح. اعتبرها هي تحيه الصباح، بس اعتبرها اليوم هي تحيه العيد يعني. نعم. جميل. تحيه الصباح. صباح الخير على العراق، صباح النور على الثائرين، صباح البطولة الندية بالصبر والعنفوان، صباح العندليب على حناجر الشباب وهي تهتف يحيى العراق، كلنا اليوم عراق، صباح الأمل المرتجى في طلعة الغدا ورجفة الصدى، صباح الأمهات الصائحات حي على السعى في طريق العلا، طريق الشهامة والضراوة للأولى، صباح القصيدة تسهل بالخبب، صباح الدمع على الأرامل والثكالى واليتامى، صباح الغضب، صباح الترك والكرد والعرب، صباح الصليب والهلال في شموخ الربا وحارات الشمال والجنوب، في بصرة السياب والخليج وهولير المآذن والكنائس والقبب، صباح الجوز والتمر والرمان والعنب، صباح الفرات والذهب، صباح الطفولة تغمد آلامها وتشتكي الحر وبخل النسب، صباح الشهيد بين جسر الأحرار وكحل الترب، صباح الضفائر ترقص نشوى للنازلات، صباح الدشاديش بيضاء للنافرين سواعدا والحاملين بيارق النخوة واللهب، صباح الحشود الدابكات على أسنة العز فخرا يرسمن السنا قداحا ووسن، صباح القيمر الحلي في صحن أنثى يفوح منه النقاء كالياسمين، لشفاه تغرد آهاتها في لوعة الشجا، صباح اليقظة والحذر
صباح ينتظر المنتظر، صباح البنفسج لمظفر النواب السجين المغترب. صباح صباح بين قوسين تلولحي، صباح تلولحي بقلب عريان السيد خلف. وبحت الألحان في نايل هور داخل حسن. نعم. وشط العرب ونهود الفواخت على سعفة العجب. صباح لا يبرد فيه لا تبرد فيه الشمس. تموز ونحن الآن في تموز، تموز لعشتار إيقونة الظفر، وعشتار لتموز إيقونة الحب وأشواق النهر. صباح صباح الناثرات حلوى تحت نصب الحرية، يزغردنا للوليد الجديد من سومر الأسماك والقصب، من أمة عصفت بها الخطوب منذ سنين عسر. صباح الصائم الشهيد، صباح الزعيم للطيبين كالنخل والرطب. صباح الفهود، صباح الشعوب، صباح الغيث على أصابع النصر. صباحك يا عراق أحلى وألذ من أسفار النبوة والبشر. صباح قلعة الأسود في غابة تحف بها السفالة والقهر. صباح سيصبح فيه الصباح صباح النظر، صباح النظر. جميل جميل جميل، أحسنت أحسنت أحسنت. ونحن معك نقول صباح الخلاص، صباح السرور، صباح الطمأنينة للعراق ولهذه الأمة لشعبنا. طيب، يعني أملنا كبير بأن يأتينا ذلك الصباح المؤمل والعراق بخير وعافية وسلام. جميل أنك مررت في القصيدة على أشتار وتموز، ونحن الآن يعني زامن العيد مع تموز وهذه الرمزية عند البابليين والسومريين. أشتار رمز الحب والقوة والخصم والجمال، وتموز أيضا يعني جميل. مررت على هذه المفردات، فدعائنا في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، أن يعود الخصب والجمال والمحبة في هذا البلد العريق الذي هو أقدم حضارة، الذي علم الكون الكتابة، وأول من ابتدع القلم، أول من ابتدع العدالة في مسلة حمورابي. أعود إلى أستاذ كريم، ونحن حديثنا عن بابل وسومر وأشتار وتموز، نقلنا أستاذ شاكر إلى هذا العمق الجميل. نسمع منك شيء. والله أنا فقط أضيف صباح الجمال. نعم. العراق اللي تهشمت به كثير من قيم الجمال بالمجتمع وبالحياة أيضا. كان الفن مثل ما تعرف، الفن كان مع المجتمع، مع حركة المجتمع، كان يعبر عن أفراح المجتمع وسعاداته، مثل ما كان يعبر عن تطلعاته ونضالاته. عندنا الفن تناول بالحقيقة بالرسم والسينما أيضا، والمسرح تناول الأفراح والعيد للعراقيين. لوحات كثيرة من العراقيين هي كانت تصور ملامح العيد، ملامح الاحتفالات بالأفراح. وكذلك السينما أيضا قدمت بأفلامها لقطات حية للاحتفالات العيد. ديلاب الهوى، المراجيح، زحليقة مثلا، التسوق، الأسواق. وهذا فد شيء يعتبر أنه الفن تناول أفراح المجتمع مثل ما سجل أرشيفيا كل نضالاته. جميل. فصباح الجمال يا عراق يا شعبنا. حضرتك في يعني في مسيرتك الإبداعية في الفن التشكيلي مررت على هذه الزوايا؟ والله أنا أتذكر أنه قبل الاحتراف الحقيقة، أيام الصبا والفتوة، مريت على الموضوعات يعني. نعم. رسمت بعض أفراحنا بالأيام العيد. نعم. ولكن إحنا شبينا وشبابنا. معذرة، نكمل بعد الفاصل. معذرة. تمام. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. الله أكبر، لا إله إلا الله.
أهلا بكم من جديد وعيدكم مبارك. أعود إليك أستاذ كريم، يعني كنا نتحدث عن هذه الزوايا قد مررت فيها زوايا العيد من خلال مسيرة الإبداع. نعم، احنا الأساتذة الفنانين الكبار بحقيقة اللي تلمذنا على أيديهم رسموا كثير من اللي هم عاشوا بالحقيقة فترات نهوض المجتمع. نعم. نهوض الـ يعني نظام الدولة بشكل عام، فكانوا يرسمون هاي كثير من اللوحات الموجودة كانت في المتحف الوطني للفن العراقي الحديث اللي هي تبعثرت فيما بعد وتعرضت للسرقات. فيها لوحات كثيرة، ولكن أنا أتحدث عن شخصي وعن جيلي. إحنا جيل نقدر نخلي بين قوسين جيل حروب. نعم. يعني بدينا بعدنا بالكلية، بدأت حرب، انتهت الحرب، بدأت حرب أخرى وبدأ حصار وبدأ وصولاً إلى أحداث بعد 2003. يعني فترة الثمانينات كنت حضرتك بالجامعة؟ بالجامعة أي نهاية السبعينات بداية. نعم. الثمانينات ومنها إلى جبهة. ما أريد نكبر عمرك بس يعني لا أشتغل بالصحافة ما زلت شاباً. نعم أي نعم أنا من 79 الحقيقة اشتغلت بالصحافة كثير، بس الفن بالعراق. نعم. كان حقيقة يشير إلى هذه المرحلة اللي يمر بها الشعب، إضافة إلى أنه لا ينسى مثل الشعب بالضبط، يعني شعبنا مثل ما قلت يبتكر الأفراح. نعم. والسعادات ويحدث بها، والفن بالعراق أيضا كان كوجه ثاني للمأساة اللي قد يعيشها شعب من الشعوب. نعم. أيام حروب أو هكذا، رغم أنه الحروب في وجهها الآخر بها بطولات وبها. نعم. نضال بها تحقيق شيء ما، ولكن الفن أيضا يتحايل على الألم. نعم. بجانب مهم جدا هو التورية. جميل هذه المفردة، يتحايل على الألم بالضبط. نعم. يستخدم نسميها بين قوسين مصطلح التورية. نعم. يعني يخلي وجه آخر، وجه فرح، ألوان زاهية، ولكن في جوانب أخرى منها اللي يتعمق بها تثير كثير من الأسئلة. الفن مثل ما تعرف ما بي إجابات، يعني. نعم. الفن يحفز الناس على أن تتساءل عن أشياء معينة. نعم. لذلك الفن بالعراق بشكل عام هو فن زاهي وجميل. نعم. وتستشف منه فرح. يعني جميل. أنا حتى الخلفية التي اختارها المخرج لنا هي على ضوء القمر. نعم. يعني حتى نعيش هذه الأجواء الجميلة، أجواء الساحرة، وأنا في حضرة كاتب وشاعر وفي حضرة فنان تشكيلي، يعني نحاول دائما يعني أو في هذه الجلسة أنه دائما نلتقط لحظات السرور والبشريات يعني أن نعد بمستقبل وغد مشرق. العراق طبعا كما تعرفون حضراتكم أنه مر بمآسي وحروب كثيرة على مر التاريخ، لكن ينهض من جديد وينهض بأفضل من المراحل السابقة، ويبني ويزرع ويمارس الحياة. يعني حضرتك استذكرت أنه هناك حرب مرت في مرحلة شبابنا، ربما أنا وأنت في من عمر واحد، يعني كنا أيضا بالجامعة في تلك المرحلة. الحرب العراقية الإيرانية، وعاد العراق من جديد. الحرب التي 91 العراق دمر وعاد من جديد يبني وينشئ الطرق والجسور والجامعات. يعني أليس واجب الفنان التشكيلي المبدع الكاتب الشاعر أن يذكر العراقي بأن هناك زوايا في داخل الشخصية العراقية، هناك همة عالية، أنه نسحب تفكير العراقي إلى هذه الزوايا؟ أليست هذه مهمة الفنان والمبدع المثقف؟ نعم نعم، بشكل رئيسي طبعا هي مهمة الفنان. نعم. يعني الأديب العامل في الوسط الثقافي، يعني مهمته أنه يعني يخلي أسئلة كثيرة عند المواطن. نعم. بحيث يثور عند كثير من الأفكار، كثير من التطلعات. نعم. يخلي بالصورة يعني دائما. الفن العراقي والثقافة العراقية الحقيقة عملت كثير بالفن العراقي كاختصاص، يعني كثير من اللوحات العراقية استلهمت من التاريخ العراقي الحضاري. نعم. في مفردات معينة يعني تحتفي
بشخصية العراقي المندفع المتجدد المتطلع دائما إلى أن يبتكر جديد. جميل أستاذ كريم. أستاذ شاكر، يعني كيف ممكن أن يعني نأخذ العراقي الذي عاش مآسي وحروب؟ نعم. لأنه ربما يعني هناك فرادة في يعني كل الأمة العربية والإسلامية مرت بمآسي ومرت، لكن العراق له فرادة في أنه تحمل مسؤولية كبيرة قبل التاريخ وبعد التاريخ في زمن العصر الإسلامي ثم العصر العباسي الأموي ثم العباسي وما بعد ذلك. هناك حروب، هناك مآسي، لكن يعود ينهض العراق من جديد. الآن احنا في مناسبة عيد الأضحى المبارك وهو أجواء سرور وفرح وبهجة، كيف أنه يعني نرشد العراقي إلى نوافذ النور والفرح والبشرة في هذه المناسبة، في أقل تقدير أنه يستثمر هذه اللحظات وهذه المناسبة؟ هو فقط أكررها أنا، الأمل، روح الأمل، بث روح الأمل وروح التفاؤل في نفوس الشعب العراقي، في نفس أي فرد، يعني خصوصا الأطفال، يعني لأن الأطفال هسه أي طفل تواجهه رئيسا بصراحة يعني يتنرفز من هذا الوضع اللي عايش، يريد مساحة أكبر للفرح. إحنا عندنا أطفال جانا من بغداد بصراحة، أستاذ كريم شافهم، يعني شافوا فد شيء ما شايفينه هم هناك. نعم. هذا برأيي أنا هسه من راح يرجع؟ هو جاي يتونس يعني. نعم. بصراحة هسه راح يتأخرون يشوفون العيد بعد. من يروح يقارن هناك. نعم. بالعراق يشوف يعني فرق شاسع يعني بصراحة. نعم. ما أريد أنا أعدد كذا وكذا وكذا، المفهومة هي. نعم. فهذا شنو يعني شنو شلون راح يعيش، شنو مستقبله يعني؟ هو يشوف خاصة إذا طولت الأوضاع أكثر وأكثر. نعم. سنة بعد سنة. وهذا راح يقارن يعني. احنا نقول هل راح يكره وطنه مثلا؟ مثلا يعني. نعم. ربما اكو قسم من عندهم لا سامح الله، وهذا اللي احنا ما نريده. احنا نريد الطفل يحب وطنه، يتشبث به، بس يحبه شو تقدم له؟ تقدم له يعني شوكليته وتكتب عليها العراق وتقدمها له، تقول له حب وطنك مثلا. طيب كيف ممكن ان نحافظ على حب الوطن في نفوس الاطفال؟ طبعا الطفل يتاثر كثيرا، يتاثر بالفرح والحزن، ويعني واحنا لاحظناها طبعا. الطفل أشعر أحياناً أحرص من الكبار على التقاط لحظات الفرح، لذلك تجد الطفل أكثر سروراً وبهجة بالعيد حتى في فترة أكيد حتى بالأيام العادية. يعني كيف ممكن أن نحافظ، أن نحاول أن نفهم الأطفال أنه الوطن لا علاقة له بما يقوم به أصحاب القرار، أنه الوطن تعرض لظلم، تعرض لقسوة طبعا نتيجة احتلالات، نتيجة يعني نحاول أنا حقيقة أبتعد عن صح أبتعد عن المآسي، لكن أستاذ شاكر يزجنا بالله. هذا اللي أستاذ شاكر اللي طلب من عندك أنه ما ندخل، وأنت طلبت مني ما أتحدى السياسة، لكن يا أخي والله نبقى في فرحة وبهجة العيد. شيء لابد منه. كيف ممكن أنه يعني نواصل الحب الوطن عند الأطفال؟ كيف أنه نوصل لفكرة أنه الوطن لا علاقة له بالمسؤول أو ما يقوم به المسؤول السياسي؟ التقاط هذه الزاوية بصراحة بالنسبة للأطفال صعبة جدا يعني. نعم. ما تقول الأوضاع أو ما أعرف التعبير مالك. نعم. ما له علاقة بالوطن شنو يعني؟ نسيت هاني والله، قلت انه الوطن لا علاقه له بما يقوم به المسؤول، حتى هو لا يكره الوطن، يكره الوطن بصراحه، لان اذا المواطن او الطفل خاصه صار ينظر الى ما يقوم به السياسي من مآسي انه هذا هو الوطن، قد يقتل في داخله حب الوطن. وانت سحبتنا لهذا الموضوع. نعم. حقيقه. نعم. مع انه انت طلبت انه ما نتحدث منه. الطفل ربما يشعر انه امه حاليا بهالعقليه هاي. نعم. امه أو أبوه. نعم. وتعلق بهم هو هذا الوطن. لكن من يشوف أمه وأبوه والبيت ماله وأسرته وجيرانه وما حوله وهو بالذات جاي يتعذب يعني ما مرتاح يعني. نعم. فكيف ينظر إلى الوطن؟ ما هو الوطن إذا هو الوطن أبوه ما مرتاح؟ نعم. إذا الوطن أمه وأمه ما مرتاحة؟ إذا الوطن جيرانه وأصدقائه وهم ما مرتاحين، ما متمتعين بهذا؟ فكيف يعني بصراحة هاي التوصيل يعني؟ إذن إحنا مسؤولين كيف يعني كيف ممكن أن نزرع يعني الأمل؟ ما تكون صعبة. كيف ممكن نزرع الأمل؟ نعم.
في نفوس الأطفال أن هناك ارتياح قادم. يعني أنت في لحظة الوجع والألم، والآن نحن نستثمر هذه المناسبة السعيدة كما قلت عيد الأضحى المبارك، ويعني دعائي من جديد للعراق والعراقيين وللأمتين العربية والإسلامية أنه الله سبحانه وتعالى يزيح هذه الغمم عن هذه الأمة ويكسر شوكة أعدائنا الذين هم كانوا سبب فيما تمر به الأمة الآن من مخاض عسير ومخاض صعب وظروف قاسية جدا. طبعا استخدموا أكيد أدوات من داخل هذه الأمة، لكن كيف نستثمر هذه المناسبة ونزرع الأمل في نفوس الأطفال والشعب العراقي؟ أنت أستاذي حضرتك قلت كيف نستثمر هذه المناسبة. نعم، يعني حصرتها في هذه المناسبة استثمارها في أقل تقدير. قصدي نعم، قصدي أنا عممها أقول ليس في هذه، كيف تستخدم هذه المناسبة تستثمرها يعني نعم. بأي صورة هي ويومين ثلاثة وتنتهي، يعني ما راح تثير في نفس الطفل فشيء تجاه الوطن، يعني وإنما يجب أن تكون هناك مشاريع، يعني مشاريع وهذه المشاريع صعبة الإنسان يقدمها أو المجتمع الصغير يقدمها إذا ما تقوم بها المنظمات الاجتماعية أو الدولة بين قوسين. صح لو لا؟ أكو بعض الكتاب والأدباء يحاولون يعني يزرعون الأمل ويزرعون البسمة ويزرعون التفاؤل ويزرعون حب الوطن من خلال كتاباتهم. نعم. ربما الشعرية ربما القصصية، يقدم له رواية ومجموعة قصصية للأطفال بها أمل بها تفاؤل بها كذا. لكن أنا أقول هذا ما تؤدي غرضها التام 100%. لماذا؟ لأنه الطفل من يقرأ هذه القصة ويسمعها أيضا لابد أن يجي قارن، لابد أن يقارن. نعم. واقعه بال 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 بما يقرأه من متخيل جميل. نعم. وهذا يسوي السبب لصدمة بصراحة. هي المهمة طبعاً، مهمة صعبة ومهمة عسيرة أحياناً. نعم. وكلنا مررنا بهذا، إنه الأطفال يسألوننا مثلاً أسئلة أكبر من عمره، أكبر من استوعاب. نعم. حقيقة تقع في حيرة كيف توصل للجواب. نعم. الرد لو كان سائل كبير السن تستطيع بكل سهولة أن توصل لأنه يستوعب، لكن عندما تحدث عن الغيبيات تحدث عن أمور أكبر. طبعا هي مهمة، مهمة عسيرة، لكن نحاول قدر الإمكان. أنا نعم، أنا أقول مهمة، مهمة عسيرة لا تسمح. نعم. مهمة عسيرة صحيح وأكيد هي مهمة عسيرة، لكن بنفس الوقت أنت من تقدم شيء جميل يعني للطفل. نعم. تريد تحاول أما تنسيه. نعم. أو تخليه يعني يتجاوز هذه المحنة اللي هو. نعم. بيها محنة الحياة يعني. وهذا بنفس الوقت ربما يصير عنده، أنت تصور راح يصير عنده رد إيجابي، لكن هو بالعكس ربما يكون، ربما أقول. نعم. يكون رد سلبي. شنو الرد السلبي؟ يعتبر هذا كذب بين قوسين. نعم. هذا يعني كذب. أنت لا يعني لا تزيف له الواقع، لكن تحاول أن تشغل بما هو مفرح. أنا هكذا. نعم. رأيي. نعم. أنا أسأل أيضاً أستاذ الكريم حقيقة، يعني رأيي معذرة أنه أنت لا تزيف له الواقع والحقيقة، لأنه يوماً ما كما قلت قد تكون أنت في محنة كبيرة أنك أو ينظر لك على أنه أنت غير صادق معذرة. فلكن نحاول أنه نسحبه من هذه الساحة اللي كلها آلام وأحزان، أنه هناك تفاؤل هناك أمل، نشغله بهدية جميلة بثوب جميل بسفرة. ما رأيك سعد؟ أنا أريد أمر على حادث يعني. نعم. حقيقة أنا عشت يعني وأعيش حاليا بدولة. نعم. أوروبية اللي هي السويد. أنا شفت حالتي من مواليد مختلطين من عراق. نعم. وسويدي، زاروا واحد زار العراق وآخر عرف أنه أنا راح أروح للعراق، فطلب مني شغلة. نعم. يلي أريد منك تجيب لي الكاسكيت مال الفريق العراقي وال تي شيرت مال الفريق العراقي. نعم. هذا حقيقه انه يعني تربيته سويديه خالصه. نعم. ولكن من يقرا عن بالمدرسه، من يقرا عن تاريخ العراق عن الحضارات العراقيه القديمه يصيبه زهو. نعم. يعني هو من طلب مني هذا، ابوه ما قايل له حقيقه. بس هو يشعر بفخر انه فد شيء العراق بي زهو. نعم. هذا احنا ممكن انه نرسخه في قلوب عراقي الداخل يعني اطفالنا. نعم. الاشياء البسيطه والجميله اللي نقدم لهم اياها، زائد ان نحكي لهم عن تاريخنا.
طيب وحصل على هذه الأشياء اللي طلبها فيما بعد؟ نعم نعم طبعا نعم. حصل عليها. والآخر حقيقة شفته بعيني من نزل من الطيارة نعم. من درج الطيارة دنق حقيقة مؤلمة يا الله. فدنق على التربة وباسها نعم وهذا تربة العراق. هذا يعني بقدر ما يألمني أنا شخصيا مثلا بقدر ما يفرحني أنه أطفالنا لا زالوا محتفظين حتى اللي ما يعرفون نعم. معايشين يعني معايشين حياة العراق والعراقيين يحتفظون للعراق بشيء مميز نعم. أطفالنا في الداخل بحاجة إلى نوع من الاستقرار نعم. هاي الأحداث قاسية جدا حقيقة يعني بس اللي يريده أنه تعليمهم التاريخ نعم. لبقاء على ذروة التاريخ في داخلهم هي اللي تخليهم متماسكين وتخلي شخصياتهم قوية زائد أنه إحنا يجب أن نبعد عنهم المآسي والصعوبات اللي يتعرضوا لها نعم. نحاول قدر الإمكان ويعني هو هذا الأمل اللي ننتظره إحنا من عراقنا. يعني جميل حضرتك أثرت موضوع مهم أنه هذا الطفل رغم أنه عاش في السويد ومنقطع عن الوطن وربما قد تكون ولادته أيضا هناك في نعم في السويد بالضبط. لم يرى الوطن لم يعش أجواء الوطن لم نعم. يشرب من ماء الوطن بالضبط. لم يأكل من طعام من قمح الوطن لكن مع ذلك هذه يعني أنا قناعتي هذه في الجينات تقلت لها أعتقد جدا هذا نعم نعم في الجينات فإذا مسؤوليتنا الآن يعني هذا جميل هذا سهل علينا المهمة يعني هذا الطفل يسهل مهمة على الأب وعلى من يعني مسؤول عن تربيته أو تعليمه أو أنه تقع على عاتقه هذه المسؤولية سهل لكن هناك أطفال حقيقة بسبب هذه الظروف التي مر بها البلد ملايين العراقيين غادروا العراق ويعيشون الآن في يعني في بلدان مختلفة أطفالهم ربما بعضهم كان صغيرا لم يعي مفردة ومعنى الوطن وعاش هناك في وسائل تعليم تختلف ربما كثير من دول تهتم بتاريخ بلدانها حتى وإن كانت بلاد عربية أنه تتناول تاريخ مثل العراق بشيء بسيط يعني مهمتنا أنه ننقل دائما هذه الصورة المشرقة حتى وإن كان المشهد قاتما ومظلما مسؤوليتنا كما قلت أنه نستثمر هذه المناسبات السعيدة ونحيي حالة الفرح حتى الإنسان يبقى على أمل. حضرتك قلت ليس هذه المناسبة فقط كل المناسبات علينا أن نستثمرها. قلت في بداية الكلام أنه مرت مرحلة السبعينات وما قبل ذلك قلت كنا نلتقي ونذهب إلى أماكن وحضرتك تحدثت عن الحديقة يعني اوكي ما عندي معلومه كانت دور السينما كانت ايوه كانت دور السينما دائما نصر السعدون مو يمكن اسمها نعم يعني كان شارع السعدون عجبي بسينما تطور له سينما النصر سينما بابل بعد صارت الخيام واطلس غرناطة لا خيام في ساحه التحرير كانت في منطقوس العيد يعني بالضبط هي المناسبه كانت منطقوس العيد يعني بصراحه نعم زياره السينمات بالعيد بالأخص كانت طقوس مهمة من مو فقط الفرد وإنما حتى الأسرة العراقية نعم نعم. نعم كانت هناك سينمات محترمة نعم. خاصة سينما بابل هسه ما موجودة من نعم. 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 إذن أريد أن نعود إلى موضوع نعم. السينما والأفلام وهذه جزء من الطقوس كما قلنا طقوس العراقيين نعم طقوس العراقيين بالفطور نعم. الجيمر والكاهن وايضا من طقوس العيد هو السينما بالنسبه للشباب ووضع العوائل بالضبط نريد ان نستذكر نعم. او نستحضر ما في ذاكرتك من صعب انه تستحضر اول فيلم لكن من الافلام الجميله التي شاهدتها في تلك الفتره والله افلام كثيره كانت بوقت عبد الحليم حافظ نعم. ابي فوق الشجره وكثيره يمكن استاذ فوق الشجره اكثر من عندي نعم كثيره الافلام كثيره أيام حتى الفتوة. كانت الافلام الهنديه اتذكر شامي كابور وغيره كانت نعم كثيره فما جاي اتذكرها يعني كانت طاغيه نعم هناك في تلك الفتره الافلام رشدي أبابة نعم الافلام المصريه نعم طبعا الافلام الامريكيه ايضا يعني بصراحه تجذب يعني اعتقد اكو سينمات متخصصه يعني
اي متخصص شهرزاد افلام هنديه. اي عافيه. نعم الغرناطه الافلام الفخمه هوليوود بابل العربيه. شهرزاد وين كانت؟ في اي مكان؟ شهرزاد بالسعدون بدايته. نعم بعد النفق في المسافه. نعم بعد نفق السعدون. نعم نفق التحرير. كانت السبعينات جميله جدا بصراحه يعني ايام العيد غير. نعم كانت جدا جميله وممتعه ايام السبعينات. غرناطه كانت اظن بالصالحيه؟ لا غرناطه الصالحيه غير الغرناطه. نعم. بالساعه التحرير ساعه الطيران. نعم. قريبه يعني السوق الان سوق اللنقه يمكن. نعم نعم اي سيارات وكذا. هاي من السينمات العريقه اللي كانت تقدم الافلام. هو ايضا الان. نعم. نكشت موضوع سوق اللنقه. نعم. اللي هو الملابس المستعمله وكذا وكثيرنا مر. نعم. بها اكيد. اي بريد نمر على هذا الموضوع استاذ شاكر استاذ. اي والله هو كان سوقين بالحقيقة. نعم. كبيرة سوق الشورجة تحت التاكية. نعم. بعد العمارة المدورة. نعم. وراء والسوق اللي هو لكن الشرق. أظن اللي بساحة التحرير أكثر شهرة بال أكثر تحت التاكية كان يعني مشهور أكثر. نعم. ساحة الطيران ساحة التحرير كمان بي ماركات يجوز دولية لكن طبعاً ماركات شوية أفضل. نعم. كانوا يجيبون شوية أرخص بساحة التحرير. نعم. اللي بعد ورا السينمات. إيه للكادحين. نعم. للكادحين. نعم. فعلًا. هم خلوهم وفجرون بعد يعني. شباب. المشكلة أقول لك. رجعنا أيضًا. نريد نبتعد عن ال. إيه. وفجرهم. خلينا. لا شيء لا يمكن أبو سامر ذاك اليوم. أقول له مريت مرة ذا أشتري سترة. فانطاني سترة كبيرة بالحقيقة. نعم. بس لزمها من وراي وقال. نعم. لي دقوا مسا دقوا ما تخرج سترة. إيه. فقال لي هسه قياس تمام. ايه؟ هو ماسكها من ورا. يقول لك مفصلة عليك. مفصلة جدا الدقمة. ايه؟ يعني بالقوة. نعم. فأخذته ورحت. ايه؟ بس ما كملت الفرحة. يعني حقيقة هي هذه الحياة فيها ما هو يعني مفرح وسار وفيها طبعا الحزان. نعم. هي الحياة قائمة على أساس التضاد يعني حلو مر وليل نهار قسوة وحياة رغيدة وهكذا هي. نعم. يعني هي الحياة هكذا جمالها في هذا التضاد. يعني من السينمات أيضا كان سينما بغداد في منطقة العلاوي. سينما بغداد. نعم. أي ما مررتم عليها؟ نعم نعم نعم. نعم. بغداد أنا ما مر عليها بس السينمات بشارع السعدون أغلب الأفلام المشهورة في تلك الفترة أفلام الهندية فيلم الشعلة ل. أميتاب روكسي اعتمدت. نعم. بالرشيد راج كابو. نعم. راج كابو روكسي بالرشيد كان. روكسي بالرشيد بس كانت أفلام يعني شوية فيلم الشعلة أتذكر أول ما عرض في سينما بغداد في العلاوي. ايه. يعني تذكر. نعم. في نهاية السبعينات. نعم نعم مو تو أهل المناطق الغربية دائما على الكرخ. لا قرب. طبعا هاي الصافية هذه بغداد ما طابينها يعني يطبولها بس أهل اللي شو اسمه هذول اللي يبيعون جلس يعني بصراحة أهل حوار ممتع حقيقة وسعيد ونتمنى طبعا أن تستمر هذه الفرحة والسعادة من في هاي اللحظات التي عشناها في أجواء جميلة في الاستوديو. نتمنى هذه الأجواء تستمر ويعيشها شعبنا العراقي الذي مر بمعاسي كثيرة وعلى أمتنا العربية والإسلامية. خلينا احنا نسالك. نعم احنا نسالك والله الوقت كاتب عن الوقت انتهى. ايش كاتب عن العيد؟ راحت علينا يعني حتى انا كتبت من قصائدي مكاتب العيد. اقول مطلعها في العيد اقطف اشواقي واهديها لكل قلب يناجي طيف مهديها. الله يا فرحه العيد طوفي حول افئده تشق انتظارا وما هلت أمانها. طبعا قصيدة طويلة أقول خذي إليها مكاتيبي معطرة ملأت بالحب والبشرى معانيها. نتمنى البشرات السعيدة دائما تهل عليكم وعلى شعبنا العراقي. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك. الكاتب والشاعر العراقي لكم جميعا شاكر السامر والفنان التشكيلي المبدع كريم سعدون شكرا لكم على هذا الحوار الشيء. شكرا لك. شكرا لكم ولقناتكم. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير ودعائي أن يمن الله عليكم على العراق وعلى الوطن العربي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالفرح والخلاص والبركة وتعود أيام الجمال والزهو والعزة لنا جميعا حتى ألتقيكم. آمين. في
فرحة أخرى وبهجة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.